السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندق أعمار الخليل، شارع إبراهيم الخليل. تمام، أدي برج الساعة. المسافة من الفندق للحرم نمشيها سوا كده مع بعض. فندق الناس مروح الحكي بس مقفول، وفندق الوحدة لواء سياحي. بعد فندق الماسة هاني الفندقية، فندق التاج الراقي. مقابل فندق عمدة الذهب. فندق سقاية البيت، يعني بنفرط في الشوارع كده واحنا ماشيين. ما شاء الله شارع ابراهيم الخليل ما شاء الله دايما مكتظ ومزدحم بالمعتمرين. فندق نوارة الشمس 3، وادي فندق تاني شركة اعمار. وادي برج الساعة اهو. المسافة ما شاء الله تبارك الله قريبة، يعني تقريبيا 500 متر الى 450 متر. ادي برج الساعة اهو. خلاص احنا متجهين بالفعل، انا ما عادش في الفنادق اهو الناحية دي، ورايحين على طول متجهين على الحرم. بدا يظهر من قدامنا هناك هنا محلات اكسسوار الهدايا. يظهر قدامنا يوفة البيك عشان موجود متواجد في جبل عمر. المكان اللي على يميننا ده اللي هي التينة دي، ده هيكون بعد كده باص للشاحنات، شاحنات مكة اللي هي ب 4 ريال ينزلك هنا. برج الساعة محلات اي حاجه ب 3 ريال، محلات تمور، محلات ملابس، محلات اكل. هنا فندق اسمه مرسي الجارية، مرسي الجارية. فندق نوارة الشمس 1. لاحظ ان احنا قربنا جدا لساحل الحوض. ما شاء الله مأذن الحرم اهي بدأت تظهر قدامنا. فندق أسرة، فندق العيان العليان الحرم، فندق لؤلؤة الفلاح بس مغلق، فندق أعمار السلطان.
البرج الغربي لأبراج جبل عمر. ودي أبراج الصفا، الصفا أبراج الوقف كلها اهي. خلاص احنا بعد الكوبري كذي بلاط الحرم. يعني تقريبا 6 دقائق وتصل بلاط الحرم. طبعا بتختلف المشي من حد التاني، يعني لو قلت من 6 دقائق لعشر دقائق مسافة بسيطة جدا، مسافة تقريبا 500 متر لحد 450 متر، يعني بقولها مسافة تقريبية. وادي الحرم احباب.